الإعلام الإسرائيلي الآن يشير إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ ربما هي قريبة، وبيني غانتس وبنيامين نتنياهو قد توصلا سويا إلى تفاهمات. الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ قريبا، وبيني غانتس وبنيامين نتنياهو توصلا إلى تفاهمات. هذه الأنباء نقلا عن الإعلام الإسرائيلي. أعود إليك يا إيمان، يعني تحدثت عن الصورة، صفيها لنا. نعم، دعني فقط أقول بضع كلمات. تم طبعا بالنسبة للجمهور الإسرائيلي من في اليوم الخامس من هذه الحرب، هذا يعني متأخر كثيرا بالنسبة لهم. كان من المفترض أن تقوم حكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية منذ بداية هذه الأحداث، ولكن يعني هنالك غضب كبير على القيادات. أبرز تفاهمات توصل إليه المعسكر الرسمي مع نتنياهو هو تشكيل كابينة مصغر. المعسكر الرسمي يحاول تحييد من يسميه عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش من وجودهم في الكابينت. طبعا يعني هذا لا يحمل أي بشرة بالنسبة للفلسطينيين، ولكنه أكثر موجه أكثر للجمهور الإسرائيلي الذي فقد الثقة في قياداته ويريد أن يرى القيادات موحدة في مواجهة هذه الحرب، ولكنه للأسف لا يحمل أي بشرة للفلسطينيين. فبالنسبة لهم يعني لن تختلف إدارة الحرب على غزة إن كان بن غفير أو سموتريتش في الكابينت وإن كان يعني غانتس أو أيزنكوت. على أي حال، المطلب الأساسي لغانتس رئيس المعسكر الرسمي في إسرائيل كان تشكيل كابينت مصغر لإدارة مجريات الحرب على غزة، وسيكون فيه أيزنكوت وهو كان قائد أركان في السابق، وأيضا جيدون ساعر إحدى الشخصيات السياسية البارزة في حزب المعسكر الرسمي. ولكن وصلنا أيضا وفق الإعلام الإسرائيلي بأن نتنياهو أصر بأن يبقى القرار النهائي بيده. ربما تكون هذه يعني بشرة بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، ولكنها لن تؤثر يعني أيما تأثير على هذه الحرب الشرسة والقاسية والجرائم التي ترتكب في حق قطاع غزة. ولكن هذا الأمر يعني يدل على الضغط والتوتر فيما يحدث في إسرائيل. قبل شهور فقط كان هنالك يعني تصور لسيناريو حرب متعدد الجبهات، سمي بسيناريو الرعب، وهو يشبه إلى حد ما نراه في هذه الأيام، خاصة إذا عادت واشتعلت الجبهة الشمالية مع حزب الله. حينها ستكون كل إسرائيل في كل مساحتها تحت مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية وأيضا حزب الله من الشمال ومن الجنوب ومن المركز.